السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good morning everyone. Welcome to my channel World بهيجة. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم بهيجة. أيها الإنسان، ها هي دي يوم الجمعة قد أطلت علينا بنورها وضيائها. عيد مبارك سعيد لكل المؤمنين والمؤمنات، نور على نور. أيها الإنسان، افتح نافذة قلبك، دع النور يتسلل إليك، أدخل الفضاء إلى صدرك ليتحول قلبك إلى نجم ساطع. ما ضرك أيها الإنسان لو أطفأ هذا العالم كله أضواءه في وجهك، ما دام نور الله في قلبك متوهجا. امشي أيها الإنسان بنور الله عز وجل، ها هي دي يوم الجمعة فرصة لك. كل الكهوف مظلمة إلا كهف المصحف، فاقرأ سورة الكهف تكون لك نورا ما بين الجمعتين. أيها الإنسان، دع النور يدخل إلى قلبك ويذيب برودته ويذهب وحشته، كي تكون قويا، كي تسترجع نفسك، كي تنور دربك. دع النور يخترق قلبك ويدخل إلى روحك فيزكيها زكاة طيبة. أيها الإنسان، إن الله نور، ويدعوك لأن تنور قلبك بالنور. يقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الإنسان، نور قلبك بنور الله، نور قلبك بنور الإيمان، إنه نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان. فاسأل الله من نوره وفضله. أيها الإنسان، كن نورا، كن نورا تجعل غيرك يهتدي بنورك إلى الخير، فأنت قادر أن تملأ قلبك بهذا النور وتزرع وروده بين الأحباب والأهل. فكن نورا وانشر النور والضياء في كل الكون. أيها الإنسان، إن سعادة القلب تكون بطاعة الله على نور، ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور وبصيرة، ترجو رحمة الله وفضله ونور يوم القيامة. فاجعل قلبك مملوءا بالنور، وافتح لقلبك المجال لكي يتسلل ضياء النور إليه. أيها الإنسان، نور قلبك بنور القرآن، إنه نور وضياء في الدنيا والآخرة. نور قبرك بنور القرآن،
نور درجاتك في الآخرة بنور القرآن، إنه نور وضياء وهدى للقلوب المظلمة. أيها الإنسان، أقبل على الله، أقبل على الله كي يقذف في قلبك نورا، فترى الخير خيرا وترى الشر شرا، فتسعى للخير وتبعد عن الشر. إنه نور الله وضياء الله في قلب المؤمن الحق. أيها الإنسان، اجعل النور في بصرك وفي قلبك وفي دينك وفي عملك، كي يكون كل شيء مخلصا مضيئا. أيها الإنسان، كي تكسب النور عليك أن تمشي في النور، عليك أن تمشي في الطريق الصحيح المستقيم. نور يديك بالخير بالصدقات، ونور قلبك بالصدق، ونور خطواتك بالذهاب إلى المسجد، ونور أعمالك بالمعاملة الحسنة الطيبة. اجعل النور أمامك ومن خلفك وعن يمينك ومن فوقك بنور الصدق والإخلاص في كل شيء. أيها الإنسان، إن الشمس هذا اليوم ها قد أشرقت بنور ضيائها، تدعوك إلى أن تدخل هذا النور إلى قلبك وتجعله يتسلل إليه فرحا مسرورا بيوم جديد لنشر النور ونشر الضياء في أرجاء الكون. فافتح نافذة قلبك من فضلك وأدخل النور إلى قلبك. أيها الإنسان، امشي في نور الله يضيء لك كل الطريق وينجيك من كل ضيق. إنه نور الأرض ونور السماء. أيها الإنسان، امشي دوما في نور، واعمل دوما في نور، واسعى دوما لنشر النور. تكن بإذن الله يوم القيامة في نور وضياء، مع النور، مع الله النور العظيم، نور على نور الله عز وجل. أيها الإنسان، من عرف قيمة النور ربما يسعى كل العمر كي يثقب ثغرة واحدة ليمر النور للأجيال القادمة. فيا ربي، يا كريم، يا رحيم، يا عزيز، أسألك في هذا اليوم، يوم الجمعة الذي هو نور كل الأيام وعيد كل الأيام، يا من أشرقت نور الشمس بأمره وتنفس الصبح بقدرته وبعثت الأرواح في الأجساد بإذنه، اجعل لنا نورا من أمامنا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به في هذه الدنيا، وأتمم لنا نورنا وضياءنا يا أرحم الراحمين يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.